قولي لي طبعا يعني احساسك كان ايه اول ما خدت الميداليه وعلم مصر بيتعزف والعلم بيترفع على ارض مصر في وسط كل الهيدمان المعمول ده؟ الصراحة اتبسطت جدا الحمد لله، لأن دي البطولة دي أول مرة تتلعب في مصر، فوسط أهلنا وسط جمهورنا وسط الناس كلها، فكنت عايزة أعمل حاجة مشرفة. وطبعا دي كانت بعد تعب سنين، يعني أنا تقريبا من 2015 وأنا بحضر لميدالية فعلا زي دي. أو الموضوع يا مش خبر سهل ابيض. خالص. يعني انت من 2015 يعني 5 سنين، ودخل فيها كورونا أكتر ودخل فيها حاجات كتير وتوقفات، والاتحاد عنده مشكله مهدد بالايقاف، يعني كان عندك صعوبات كتير. طبعا كان في صعوبات كتير، بس الحمد لله دكتور ايهاب وفر لنا حاجات كتير قوي ان هي تساعدنا ان احنا نقدر نوصل لانجاز زي دوت. والحمد لله يعني بدأت في 2018، جبت من اول بحر متوسط، دي كانت البداية او دي ما شاء كانت الله. البداية. من ساعتها بقى حمستني اكتر ان اشتغل اكتر عشان خاطر اجيب ميدالية زي دي. الحمد لله. بجد احنا سعداء بيكو، والميدالية جميلة منورة، بس ميرسي. الميدالية يعني حاجة بتبقى في تاريخ اللاعب، حاجة جميلة جدا لما ياخد بطولة عالمية بالشكل ده، بتبقى حاجة جيدة جدا. طب قولي يا نانسي، يعني برضو انت كنت داخلة البطولة وعارفة مين اللي مشارك، طبعا اللعيبة بيجوا وفي رانكينج اللعيبة وانت عارفة اللي هتلبسيهم مين، طبعا ده كان ببقى متوقع عارفة. لك ولا انت في اثناء البطوله عملت الطفره؟ يعني مثلا ممكن كان دكتور يقول مثلا لا مرشحه تاخد برونز مثلا، يعني برونز، ولا انت كنت داخله والناس عارفه ان انت رايحه على الذهب؟ لا، هي كانت في منافسة ما بيننا، كلنا كان مستوانا قريب من بعض، فكان لازم أعمل أحسن حاجة بالنسبة لي عشان خاطر أفرق عنهم. طبعا أول يوم كانت في بعدية بطلة من تركيا كانت قريبة مني، طبعا كان لازم إن أنا يوم الفاينل أعمل أحسن من اللي عملته أول يوم، وده أنا قدرت أحققه الحمد لله. لعبت أحسن يعني انت من ما كنتيش أول يوم. داخله ضامنه دي طبعا صور ليكي يعني في البطوله، يعني انت يعني ما كنتيش داخله ضامنه الذهب، عشان الناس بس فاكره ان اللي داخل ياخد ذهب ده حاطط رجل على رجل والذهب بتاعه. لا لا، احنا الله الله. بنلعب رياضة وده جمباز، والموضوع بيبقى صعب جدا، مش زي الناس ما هي فاهمة كده طب انت كنت خالص. بتفكري في ايه ساعتها يا نانسي؟ بفكر في تعليمات الكابتن طبعا اللي قالها، وازاي اطلع بأحسن نتيجة، اعمل أداء كويس. تستجمعي بقى، بتفكري اكيد بيبقى يعني في عندك ديفو مثلا وفي شغل منتال، يعني بيبقى ايدك دايما متركزه على حاجه معينه، بيبقى خطوه في دايما رجلك في عندي ايدك، صح؟ غلطة كده معينة، بالظبط. ان انا دايما بنزل على الحرف شوية، في عندنا خط احمر المفروض تنزلي ما اقفش عليه، انا دايما بقف، يعني باخد خطوة واقف عليه، فدي كانت اكتر حاجة بركز عليها، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما او شاء الله. نزلت جنبه بالظبط. يعني شفت انا بقول ليه بقول لك كده؟ لان انا عارف اللعيب بيبقى دايما بيفكر انه داخل على فبيفكر في غلطته، مش عايز اكرر الغلطه تاني. ايوه. انا عارف، انا شايف يعني كده.